أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من الناس تنتخب، وبداية من موجز لأهم الأخبار الخاصة بالانتخابات. أكد رئيس الوزراء محمد شيع السوداني التعاون بين القضاء والأجهزات الأمنية من أجل ملاحقة كل من يرتكب أفعالا مخالفة للدستور والقانون من شأنها أن تعيق إجراء العملية الانتخابية، كما وجه السوداني بعدم التدخل في خيارات الأجهزة الأمنية والعسكرية خلال التصويت الخاص ومنع أي إشارة أو تلويح يفهم منه المنتسبون والمقاتلون بأنها إملاءات انتخابية. في غضون ذلك أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إتمام توزيع أكثر من 500,000 بطاقة بايومترية من أصل ما يقارب 2 مليون بطاقة للمواليد الجدد، وصلت حديثا للعراق خلال الأسبوع الأول من عملية التوزيع. عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات حسن هادي زاير قال إن المفوضية افتتحت أكثر من 900 منفذ بعموم العراق لتوزيع البطاقات البايومترية الجديدة. أعلنت وزارة العمل تسجيل شكاوى ضد مرشحين استغلوا مواطنين لكسب أصواتهم وإحالة خروقات إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل عبد الرحمن المنصوري قال أنه وردت الدائرة أكثر من شكوى بحق مرشحين عمدوا إلى استغلال المواطنين البسطاء عن طريق استدراجهم إلى مكاتبهم وإيهامهم بإصدار بطاقات كيكارد لهم، مشيرا إلى أن الدائرة اتخذت الإجراءات القانونية بحق كل من يستغل المواطنين في قضية الانتخابات. كما أعلن مكتب مفوضية الانتخابات في كربلاء المقدسة رصد خروقات ومخالفات لدى قوائم وكيانات مشاركة في انتخابات مجالس المحافظات. مكتب المفوضية قال إنه تم إبلاغ الكيانات المخالفة بإزالة تلك الخروقات، وبخلافه سيتم رفعها إلى المكتب الوطني لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقها وتغريمها مبالغ مالية. من جديد أحييكم مشاهدينا وأرحب بضيوفي في هذه الحلقة. أولاً المرشح عن قائمة إبشر عراق السيد عبد الإله نيرمان سرحان الشمري. حياكم الله واهلا وسهلا بجنابكم. كما ارحب ايضا بالمرشح عن قائمه ابشري عراق السيد سعد عبيد شلال. احييكم استاذ سعد وأرحب من جديد وأبدأ حواري معك أستاذ عبد الإله، وأود أن تحدثنا عن خططك وبرنامجك الانتخابي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة برنامجنا الانتخابي هي إدامة العمل في مؤسسات الدولة وتكملة المسيرة بعد الخدمة اللي خدمناها في مجالس المحافظات في الدورات السابقة. الموضوع الثاني والمهم هو متابعة الأعمال التي تم إنجازها خلال هذه الفترة، لأن كانت بدون رقابة من قبل مجلس المحافظة فهنالك أعمال أنجزت فيها مشاكل كثيرة، هنالك متابعة لدوائر الدولة. صراحة هنالك أعمال كثيرة يجب أن يقوم بها مجلس المحافظة في الفترة القادمة. إذن بما أن حضرتك مرشح عن محافظة واصل فعندنا تقرير راح نستعرضه وإياك وجمهورنا، والعودة لكم بعد قليل.
عدنا وإياكم مشاهدينا، والعودة لك أستاذ عبد الإله. يعني مشاكل واضحة وربما هي أوضح لديكم في محافظة واسط تتعلق بالبطالة، المخدرات، الطرق والجسور وما إلى ذلك. شنو اللي ركزتوا عليه في برنامجكم الانتخابي كمعالجة لوضع واسط؟ نعم، حقيقة النقطة الأساسية هي البطالة الموجودة في المحافظة. هنالك خريجين كثيرين في المحافظة، وواسط تعتبر منطقة محافظة نفطية، هنالك حقل الأحدب وحقل بدرة، ولكن مع الأسف نلاحظ هنالك عمالة من خارج العراق ومن باقي المحافظات تتواجد في هذه الحقول، وأبناء المحافظة ليس لهم مجال عمل في هذه الأماكن. برنامج الأساسي يركز على بأن هذه الأماكن يجب أن تستوعب أبناء المحافظة، وإذا كان أكو زايد أكو موجود فرص عمل لبقية المحافظات فأهلا وسهلا في المحافظة. إذن أطلنا الانتظار عليك أستاذ سعد، أحيك من جديد، وأود أن تعرفنا ببرنامجك الانتخابي كونك مرشح عن محافظة بغداد. نعم، شكرا جزيلا. برنامجنا الانتخابي طبعا يستهدف الشباب. الشباب طبعا يحتاج إلى التدريب والتأهيل، ويحتاج زجهم في دورات، هذه الدورات تأهلهم لأن يكونوا جاهزين للعمل. هاي بالنسبة للمخرجين، والخريجين أيضا تدريبهم وتأهيلهم في سبيل إيجاد فرص عمل لهم، وهناك مشاريع ورؤية عندنا مستقبلية. حال وصولنا إلى مجلس محافظة بغداد سوف نعمل عليها بالجدية، وهناك معالجات للمشاكل وحلول موجودة عندنا إن شاء الله، ونستهدف تقديم الخدمات لكل أبناء بغداد الحديثة. خلينا نستعرض هذه المشاكل من خلال هذا التقرير المنقول عن العاصمة بغداد. من جديد أحييكم وأستاذ سعد، ما أعرف أي المشاكل لفتت نظرك بتقريرنا وكلها عن واقع بغداد بشكل مدروس. نعم، بالتأكيد مشاكل هي موجودة، مشاكل للشباب عاطلين عن العمل، مشاكل يعني إضافة لهذا الشاب اللي ما عنده فرص عمل، متى تتهيئ لفرص عمل راح يكون عرضة. هذه واحدة من المشاكل اللي هي البطالة وواقع الشباب، لكن عندنا الطرق والجسور، عندنا الأبنية المدرسية، أكيد عندنا التلوث البيئي والتضخم. نعم، النقدي. نعم، في بغداد. نعم، فهل هذه موضوعة في برنامجكم؟ نعم نعم، عندنا البنى التحتية، عندنا متابعة المشاريع المتلكئة، عندنا يعني كثير من الأمور ممكن أن نعالجها في مجلس محافظة بغداد، ويكون هو الدور الرقابي والمسؤول والمتابع لكل المشاريع في محافظة بغداد العاصمة الحبيبة. إذن خلينا ننتقل لفقرة الدقيقتين وهي موزعة بينكم بالتساوي أساتذتنا، وأبدأ من حضرتك أستاذ عبد الإله. وكمرشحين اليوم مشاكل عديدة في محافظاتكم، ويمكن المشكلة هي من تحفز إلى الحل، لذلك حفزتكم للترشح للانتخابات المحلية. شلون اليوم تقنع الناخب أستاذ عبد الإله أنه يتجه لصناديق الاقتراع سواء أن يصوت لك أو لغيرك؟ نعم، حقيقة هنالك طرق عديدة حتى المواطنين على التصويت، منها هي المصداقية بالكلام والوعود وإعطاء وعود، يجب أن تكون تطبق هذه الوعود. حقيقة هنالك مشاكل كثيرة في المحافظة عندنا مثل ما ذكر حسب التقرير اللي ذكرته، هذه المشاكل تمس المواطنين
فحقيقة عندما نذهب ونلتقي بالمواطنين وبالعوائل نوعدهم بأن يكون هذه المشاكل هي الأساسية في عملنا القادم. هنالك حقيقة مشكلة موجودة وهي مشكلة السكن العشوائي أو ما يسمونه الزراعي. طيب. فهذا المفروض يجب على الحكومة المركزية تحله، فمن أهم الأولويات اللي يجب أن نعملها في مجلس محافظة القادم إن شاء الله هي ذهاب للحكومة المركزية من أجل حل هذه المشاكل. مثل ما تعرفين أغلب المحافظات بها مناطق يسموها الزراعي، فهاي الحكومة المحلية ما تقدر تقدم لها خدمات مثل مجاري، مي، كهرباء، تبليط، فيجب حلها هاي وتوجد في كل المحافظات هاي المشكلة. لكن هي المشكلة بثلاثين ثانية خلينا نسولف، هي مسألة غياب الثقة بين الناخب والمرشح، شلون تحلوها؟ لا إن شاء الله موجودة الثقة حقيقة. لحد الآن من خلال جولتي شهر ونص صار أو أكثر من شهر ونص، بين ثقة موجودة بين الناس. هنالك أغلب المواطنين يقولون إحنا ما ذهبنا الانتخابات السابقة وإجوا وسلطوا بعض المسؤولين اللي ما يستحقون بهذا يتواجدون بهذا المكان. فإن شاء الله في هذه الانتخابات ستكون هنالك انتخابات وكثرة من المواطنين يذهبون انتخابات من أجل التغيير، من أجل وضع الإنسان يعني خلينا نقول عليه صاحب الخبره، صاحب الشهاده، صاحب المصداقيه بالكلام، يجب ان يكون في هذا المكان. نعم، اذا انتقل اليك استاذ سعد والدقيقتين اليك. تتزاحم اليوم الحملات الانتخابيه. نعم. والوعود تتشابه، ما اعرف اذا كانت المعادله نفسها بين بغداد وبقيه المحافظات في صناعه جسر من الثقه بين المرشح والناخب. نعم، هو بالتاكيد اكو عدم ثقه، ولكن احنا بلقاءاتنا المستمره والمكثفه مع الجمهور ومع محل تواجد يعني المواطن في البيت او في مكان العمل او في اي مكان في الشارع، في هذا اللقاءات نخلي يعني نقنع على للمواطن اللي ما يريد يروح الانتخابات، ونعطيه تليفوننا ونعطيه كذا ونعرفه احنا عندنا مثل مكان، وعندنا انا بالنسبه لي عندنا مضيف موجود، وحتى انطي التليفون يجيني المضيف كذا. فهذه العمليه، واحنا خاصه اني عندي عمل سابق في المجالس البلديه، يعني انا عضو قاطع رشيد مجلس بلدي اثناء يعني سقوط النظام. إذا هذا عملكم السابق اليوم تشوفه هو اداه الثقه بينكم بين الناخبين، أم طرح برامج انتخابية جديدة هو كفيل بأنه يقربكم للشارع البغدادي؟ والله حقيقة البرامج نعم لازم احنا نأكد عليها، بس احنا ما نعطي وعود، ولكن عندنا أصرار وعزيمة بأن إذا اجتمعنا وصرنا إيد واحدة نقدر نحقق اللي نريده يعني بالتكاتف بالتعاون مع أبناء أبناء بغداد. إذا أنتقل بالدقيقتين الثانية لسؤال موحد آخر يتعلق بملف مهم، وتقريبا أغلب ضيوف حلقاتنا السابقة أشاروا إليه، هو موضوع التربية والتعليم والدوام المزدوج وما إلى ذلك من المشاكل المشخصة. أستاذ عبد الإله، كونكم أيضا في هذا السلك، كيف شخصتوا مشاكل التعليم في العراق أو في واسط تحديدا، وشنو معالجاتكم إلها؟ نعم، حقيقة هنالك مشكلتين أساسية بالتعليم. المشكلة الأساسية هي الأبنية المدرسية، هنالك نقص كبير في الأبنية المدرسية، ولكن من خلال الاتفاقية الصينية بين الحكومة العراقية وجمهورية الصين بدأ البناء بمدارس كثيرة، بدأت الآن يعني تتواجد على الساحة، واحتمال في الأشهر القليلة القادمة سيكون هنالك افتتاح لهذه المدارس. والمشكلة الثانية ومهمة جدا هي مسألة المناهج الدراسية. نلاحظ كل سنة تبدي المدارس، يبدي الدوام المدارس والمناهج ما واصلة، فحقيقة
يجب متابعتها، وإن شاء الله ناخذها على عاتقنا بأن نتابعها مع وزارة التربية. وخلال العطلة الأربعة أشهر العطلة الصيفية نطلب من الوزارة تجهيز المناهج الدراسية في هذه الفترة وليس في بداية الدوام المدارس. هذه الحلول تتعلق بالطالب، لكن أيضا في سلك المعلمين والكادر التربوي هناك مشاكل، هذه مشخصة من قبلكم في واسط؟ نعم، هنالك مشاكل تخص الكادر التدريسي. حقيقة تعرفين أنا دكتوراه بالقانون ومن هذا السلك التعليم، فهنالك مشاكل من أهمها هي في بداية الدوام هنالك تكون توزيع المعلمين والمدرسين في بداية الدوام، في بداية السنة الدراسية، فهذا أهم نقطة أساسية يجب معالجتها، ويكون توزيعهم على المدارس قبل الدوام، قبل في أيام العطلة وليس في بداية الدوام. وهنالك مشكلة حقيقة مهمة جدا، وهي توزيع القطع الأراضي على المعلمين والمدرسين وبقية الكوادر اللي تخص التربية. نلاحظ هنالك معلمين ومدرسين عنده خدمة أكثر من 25 سنة 30 سنة ولم يستلم قطعة أرض. إذن هذه المشاكل أيضا أنقلها لأستاذ سعد. في بغداد المشكلة معقدة بشكل أكبر كونها العاصمة، يعني واحدة من مشاكل التعليم هي الدوام المزدوج وموضوع عدم التوزيع بشكل مدروس للكليات بين جانبي الرصافة والكرخ، فهذه مشخصة من قبلكم؟ مشاكل أخرى يمكن بالتعليم أنتم أكثر دراية بها؟ بالتأكيد بالتأكيد، هناك أكثر من مدرسة يعني توأم، وأكو هناك مدارس بها دوام ثالث، يعني يكون مدرسة مسائي ويا التوأم. يعني حقيقة مو بس يعني مو فقط أنه هاي التوأم، وهاي أعداد الطلبة اللي موجودين بالصف الواحد يعني يوصل إلى 50 طالب، وهذا فشيء مو صحي ولا. إذن شنو الحل برأيك وفق برنامج قائمتكم؟ الحل النهوض بالواقع التربوي في إيجاد بنى تحتية مدارس، الإسراع في تأهيلها، إسراع في استحداث مدارس، تخصيص أراضي، والأراضي موجودة هي محجوزة إذا كان في بغداد للتصميم الأساس، وإذا كان بالأقلية والنواحي والمحافظات هناك التخطيط العمراني موجودة ومثبتة، ولكن المفروض إحنا نسرع في يعني فك هذه الأزمة من خلال العمل الجاد في بناء مدارس حديثة ترتقي إلى مصاف الدول المتقدمة إن شاء الله. وشنو اللي يتعلق بالكليات والمعاهد؟ يعني التعليم يشمل كافة المؤسسات التربوية والتعليمية. أكيد أكيد، يعني أصبحت الكليات الأهلية يعني أكو فد أمور غير مدروسة يعني تجاه الكليات الأهلية. طيب، ممكن إعادة النظر بها إلى غير ذلك من هاي الأمور إن شاء الله. وأكو هناك فاتني أن أذكر أكو المجمعات السكنية العشوائية. يفترض الإسراع، إحنا في بغداد كثير من هاي المجمعات. إذن سؤالي الأخير في فقرة العداد وهو موحد أيضا ويتعلق بملف الخدمات، وأبدأ معك أستاذ سعد بدقيقتين، شنو اللي عديتوه بملف الخدمات؟ ويمكن ذكرت قبل قليل موضوع العشوائيات. نعم، والمجمعات السكنية هو ضمن طائلة ملف الخدمات. أكيد، إحنا عازمون على إنهاء مسألة التجاوزات والمناطق العشوائية بطرق مدروسة، وهناك حلول، وحلول موجودة واقعية، والحمد لله وشكر إحنا يعني قادرين على أنه نتخطى هاي المرحلة ونحسم الأمر هذا كله من خلال هذه الدورة في مجلس محافظة بغداد. إذن كل التوفيق لكم، لكن موضوع الخدمات يتعلق فقط بالعشوائيات والمجمعات السكنية؟ لا لا، أكو ضمن أولوياتكم في بغداد. نعم نعم، إحنا يعني المفروض نرتقي إلى أبعد من هذا. هذا فد مسألة يعني إذا كان تجاوزات وإذا كان عشوائيات، هاي المفروض نسولف بها، يعني المفروض ننهيها مباشر، ولكن ننتقل إلى
ناخذ الدول المتقدمه المجاوره شو وين واصله بالبناء بالتطوير بالعمران، كذلك يعني مساله الاستثمار اعاده النظر بالاستثمار اللي ديعطى لل يعني في المجمعات السكنيه وغيرها وغيرها، واعتقد يعني غير مدروسه هذه يعني التوزيع. نعم، اذا هذا الموضوع مدروس عندكم في واسط استاذ عبد الاله ملف الخدمات. نعم حقيقه في الدورات السابقه في مجلس المحافظه عقدت عده اجتماعات وهنالك دراسات لهذا الملف ملف الخدمات بصوره عامه. حقيقه هنالك مشاكل كبيره في الخدمات، منها العشوائيات ومنها الخدمات ايصال الماء الصالح للشرب لبعض المناطق الريفيه داخل المدن، عندنا مناطق لحد ما مخدومه بالمجاري بالشوارع واكسائها وتبليطها. حقيقه هاي كلها في نظر الاعتبار وهنالك خبره متراكمه خلال الفتره السابقه، سيكون هنالك عملنا من اول يوم دخولنا ان شاء الله اذا الله قدر بان ندخل الى مجلس المحافظه، سيكون عملنا وتحقيق هذه المطالب لابناء المحافظه. صراحه هنالك مشاكل كبيره في محافظه واسط، ومحافظه واسط محافظه خدميه زراعيه بامتياز. نعم عده سنوات تطلع الاولى على العراق بمنتوج الحنطه والشعير. هذا راح نجي على ملف الزراعه، لكن نعم. اود ان تذكر لي بايجاز موضوع مشاكل الخدميه في واسط. نعم مثل ما اسلفت هنالك مشاكل في بعض المناطق ما مخدومه بالمجاري وغيرها، فسيكون هناك خطه متبعه لتقديم هذه الخدمات لابناء المحافظه، وستكون دراسه وتتبع ومتابعه الاعمال التي انجزت خلال هذه الفتره بغياب مجالس المحافظات، وإكمال المشاريع التي تم إعلانها في هذه الفترة السابقة. إذن خلينا ننتقل لفقرة أخرى وهي فقرة صورة وتعليق، وأمامكم هذه الصورة الأولى في هذه الحلقة وأسمع تعليق حضراتكم عليها أو فهمكم من خلال ما يطرح في هذه الصورة. نعم حقيقة هاي تمثل الأصالة العراقية وتمثل ابن الريف في بلدنا العراق، ولكن مع الأسف غششتك قبل شوية وقلت لك أنه إحنا راح نجي على ملف الزراعة، ومعلوم أنه واسط هي سلة العراق. نعم. الزراعية، فمشاكل الزراعة مطروحة من قبلكم؟ نعم ومجدولة في قائمة إبشري عراق؟ نعم هنالك بند من بنود الخطة اللي رسمناها إن في قامة إبشر يا عراق، بأن يكون هناك توجه كبير إلى الزراعة. أرض واسط أرض زراعية خصبة، هنالك آلاف الدوانم، عشرات الآلاف، بل في آخر سنة في مجلس المحافظة عام 2019 كانت خطة الزراعية في واسط أكثر من 1.25 مليون دونم، 1.25 مليون دونم. طيب ولكن الآن حقيقة الخطة لا تتجاوز 300 ألف دونم، نزلت يعني بأرقام كبيرة جدا، وهذا حقيقة بسبب عدم متابعة من قبل الحكومة المحلية لهذا الموضوع. يدعون بأن هنالك شحة في الماء، ولكن برأيي الخاص لا، الماء موجود، ولكن هنالك وحسب علمي بأن واسط لم تأخذ الحصة المخصصة لها من قبل وزارة الموارد المائية، لم نعم. تأخذها كاملة. هسه احنا سولفنا بالمشكلة، أرجع لك على الحل، لكن خليني أشوف أستاذ سعد وملف الزراعة في بغداد. اليوم جرفت كثير من الأراضي الزراعية في بغداد وحولت كما ذكرت إلى عشوائيات أو مجمعات سكنية أو مولات وما إلى ذلك. حلكم لملف الزراعة بالعاصمة أو شلون شخصتوا المشكلة؟ تعرفين محافظة بغداد مع قضيتها ونواحيها متراملية الأطراف، يعني ممكن أن يعني نضع خطة جديدة للثروة الحيوانية وكذلك الزراعة بشكل مدروس ومنظم ووفق دراسة علمية، و
منهجية ويعني واقعية حتى يتم يعني اعطاء قروض، اعطاء للمشاريع واقعية ومتابعة. يعني احنا اكو بانا آلية، يعني هاي الآلية عندنا دراسة بها كاملة حتى نقدمها ان شاء الله. ممكن تعرف لنا شيء من هذه الآلية كحل لملف الزراعة؟ ستنا العزيزة، اليوم يعني مثل ما شفنا هاي الصورة قبل قليل، هاي يعني هذا فد شيء مو منظم يعني ومو صحي أصلاً. فحتى يكون هذا صحي يعني لازم يكون اكو حقول تحتوي هذه الحيوانات، في سبيل انه اكو ترتيب، اكو لازم يكون الفلاح مالنا فلاح يعني وضع يعني غير هذا الوضع اللي يدي يعيشه، افضل وافضل. والمناطق الزراعيه يعني بالنا نعيد يعني انه الدوله ايضا هم تتبنى جزء من هذا، انه مزارع للدوله تكون ومسؤوله عليها الدوله، وحتى يكون بالنتيجه تحتوي اكثر عدد من الناس من العاطلين على العمل. طيب. في المناطق الريفيه وغيرها، في سبيل نخلي مواطننا منتج مو قاعد عاطل عن العمل. اذا استاذ عبد الاله، سولفنا قبل شويه بمشاكل الزراعه في وسط، لكن اسمع منك الحلول اللي درستوها لحد الان فيما يتعلق بهذا الملف. نعم، الحلول حقيقة أول حل هو يجب أن تكون استعمال المياه بصورة دقيقة، ومن خلال الري بالمرشات، وليس الري الموجود الآن يكون بها هدر للماء. يجب أن يكون هذا حقيقة أكو توجه من الحكومة المركزية بهذا الموضوع. قضية دعم الفلاح بالأسمدة والمبيدات والبذور، وإعطائهم سلف من المصرف الزراعي بفوائد قليلة من أجل شراء الماكينات الزراعية والحاصدات. هنالك أمور كثيرة ممكن دعم الزراعة في واسط. إذن عندنا صورة ثانية أسماء تعليق حضراتكم عليها، وهي أمامكم الآن، وعن أي ملف تتحدث برأيكم؟ نعم، حقيقة هذه الصورة تتحدث عن القضية النفط ومشاريع النفط. يمكن احنا بلد ريعي بالأساس، لكن كانت عندنا صناعات متعددة توقف العمل بها من 20 سنة ولليوم، وجرت عليها تبعات عدة، مثل ما الزراعة معطلة اليوم الصناعة أيضا معطلة، وأنتم في قائمة أبشر يا عراق داعمين لملف الصناعة الوطنية أو صنع في العراق، فتعليقكم على هذا الملف وهو ملف الصناعة ودراستكم إلها. نعم، حقيقة هنالك مصانع في محافظة واسط، أكثر من مصنع موجودة يمكن إدامة هذا العمل فيها وإعادة تأهيلها. هنالك مصنع النسيج في الكوت، ومصنع كبير جدا وكان يخدم العراق بصورة كاملة وليس فقط محافظة واسط، أعداد كبيرة فيه من الموظفين الآن عاطلين عن العمل تقريبا، لا ينتج المعمل، ممكن الاستفادة من عنده لتقديم الخدمات للقوات المسلحة ولأبناء البلد بصورة عامة. هنالك ملابس يتخصص بها هذا المعمل، هنالك معمل تعليب النعمانية، والآن متوقف هذا المعمل، فيه خطين، الخط الأول لتعليب معجون الطماطة والخط الثاني لصناعة الخل من التمور. وتعرفين محافظة واسط ليس فقط زراعية وبالحنطة والشعير، ولكن هناك بساتين من النخيل كثيرة جدا في محافظة واسط، منها الصويرة والنعمانية والعزيزية وبقية الأقضية والنواحي. نعم. هنالك ممكن بناء إعادة العمل بها أيضا، إعادة العمل وبناء معامل أو مخازن تبريد، بدل ما نستورد هذا المستورد من الخارج، التمور وغيرها من الخارج، ممكن أن نكون هنالك مخازن تبريد لحفظ هذه التمور. تعرفين التمور موسم وينتهي، فهذا ممكن خزنه في هذه المخازن وإعادة طرحها مرة ثانية إلى الأسواق.
هنالك حقيقه عمل كبير جدا ممكن ان نقوم في محافظه واسط لانشاء مصانع. في الدوره السابقه ذهبنا الى احدى البلدان الاوروبيه من اجل جلب معامل تصليح الحاصدات. هنالك حاصدات موجوده، كان مشروع من المجلس المحافظي بالذهاب الى دوله من الدول لاجل جلب هذا المصنع. نعم. وجلب قطع الغيار لهذا المصنع. نعم. فبالتالي انتم عازمين على أكيد. تفعيل ملف الصناعه في واسط ما. نعم. اذا الامر مشابه بالعاصمه بغداد، ام التحدي اكبر لملف الصناعه بالعاصمه استاذ سعد؟ ستنا الكريمه، احنا في صناعاتنا متخلفه جدا ومعاملنا ومصانعنا عطلت. احنا بصراحه المفروض وعندنا الخطه في اعاده هيكله المصانع المتعطله، يعني المصانع والمعامل اللي هسه حاليا باقي يعني بدون تشغيل، ايضا حتى مصانع الدوله باقيه متخلفه، ويعني دوام يعني بطاله بيها مقنعه للموظفين. واكو معامل تنتج لكن بالنهايه ماكو اسواق تلبي. نعم. او ذائقه المواطن اصبحت تتجه الى المستورد. نعم. فحلكم بالعاصمه بغداد لهذا الملف شلون راح توظفوه بالبرنامج الانتخابي؟ هذا يكون دعم من الدوله للمنتج العراقي حتى يشجع المنتج العراقي، بالمقابل اكو ضرائب تفرض حتى يكون اكو توازن وصولا الى التكافؤ، و ان شاء الله ما نحتاج البضاعه الاجنبيه. اذا تشير حضرتك الى مساله تقنين الاستيراد. نعم. واستيفاء المنتوج المحلي. نعم. للسوق العراقيه، هذا قادرين خلال الدوره المقبله على تنفيذه؟ اكيد. اذا وصلنا وياكم الى الدقيقه الاخيره، وتمنح لحضراتكم بالتساوي ايضا. نعم. واما تعقيب على ما دار في الحلقه او توجيه. نعم. رسائل لجمهوركم، والكاميرا امامك استاذ سعد. فاتني ان اذكر ان بغداد بحاجة إلى مترو اللي هو مخطط إلى حقيقة، وإن شاء الله عازمين على هذا الموضوع بكل جدية حتى نقدم فد شيء لأهالي بغداد إن شاء الله. إذا الدقيقة الأخرى لك أستاذ عبد الإله، والكاميرا أيضا أمامك. نعم، حقيقة يجب أن يكون في هذه الفترة القادمة بين تفعيل قضية الاستثمار في المحافظة، لأن حقيقة البلدان لا تبني من خلال الموازنات البسيطة التي تأتي من الحكومة، ولكن تبنى من خلال الاستثمار. فالخطة إن شاء الله في السنوات القادمة سيكون الاستثمار في واسط، الاستثمار في الزراعة والاستثمار في الصناعة والاستثمار في كافة القطاعات من أجل فتح باب المجال للعمل للشباب الموجودين في المحافظة. حقيقة النقطة الأخيرة اللي أقدر أقولها، أتمنى من كل أبناء محافظة واسط من الشباب والنساء والرجال الذهاب إلى الانتخابات من أجل جلب مرشحين أو فائزين لمجلس المحافظة من الشخصيات المحترمة صاحبة الخبرة المجرب الناجح، أن يكونوا في خدمة أبناء المحافظة. إذا شكرا لك أستاذ عبد الإله وأستاذ سعد، شرفتونا بهذه الحلقة، وكل التوفيق لكم في خوض هذه الانتخابات، وشكرا لمشاهدينا، نلتقيكم في حلقة أخرى.